على الرغم من تحذيرات القوات الأمنية من استخدام العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، إلا أن البعض ما زال لا يكترث لمخاطرها، حيث شهدت مدينة الموصل بجانبها الأيمن فاجعة جديدة بسبب إطلاق عيارات نارية ابتهاجا بزفاف شاب، ولم تسفر جهود إسعاف الضحية حتى شاء القدر وتحول العرس إلى مجلس عزاء. أنا عم المرحوم العريس عمر اللي ما تهنى بزواجه ولا تهنى بزفافه بسبب طلقه، واللي يضرب عمه كان فرحان وتم الحزن، من حزن انقلب إلى من فرح إلى حزن، والولد ما تهنى بزواجه، جاب العروس وصل باب الحوش اجى عمه ضرب طلقتين يعني، واحدة راحت بالجو واحدة جت براسه، وهاي جيتنا من المقبرة دفناه زفيناه بالمقبرة. طالب للحكومة على مدى إطلاق النارية يمنعونا من الناس مال كرة القدم باي الشوارع الحادث، قلت لك راح جابوا العروس وجابوا فوتوها هو السائق العريس، وعمو فتح المسدس مرتين ثلاثة طقت الطلقة وضربته براسه، والحمد لله هي من فرع صارت عزة. أنا كنت موجود بالليلة الحنة للعريس، فبيوم العرس ما كنت موجود، انطيت سيارتي لأخو العريس حتى أنه يفرحون يتونسون، فكنا كلش فرحانين ومتونسين بالعريس رغم أنه ما كنت موجود. فالعريس أخذ عروسته وطب للقراج دي يفوت أنه فرحة وهلاهل وفرحانين أهل العريس، ونحن حيل فرحانين. عم العريس يعني من شدة فرحه أنه رفع السلاح أطلق نار وجت الطلقة براس العريس.